بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكم كل الناس، زمايلنا وأساتذتنا ودكاترتنا، على إن شاء الله أول لايف معانا في الجروب الجديد بتاعنا الانتر اكتف ديرما. يعني الحمد لله دي كانت فكرة أستاذ الدكتور أحمد نوفل، في الفكرة الجديدة في كيف توصيل المعلومة. يعني هديكم هنت صغيره كده عن الجروب بتاعنا والفكره بتاعته، فكره صغيره عن اللي هو كيف طريقه جديده في توصيل المعلومه. هو ده الاساس بتاع الموضوع. فكره الجروب دي طبعا باستاذنا الدكتور احمد نوفل، هو بقول له دايما القائد بتاعنا، فان مجموعه بنحاول نوصل المعلومه في الدرمه بطريقه مختلفه، بطريقه جديده ما تعتمدش خالص على بس فقط اللي هو one way، ان هو انا بقول معلومة وانتوا بتسمعوا خلاص. لا، في interaction وفي تفاعل وفي دور من الناس اللي هتتعلم، مش مجرد انها بتتلقى المعلومة بس. وده اللي يعني الترند في كل حاجة دلوقتي، اللي هو طريقة التعليم بطريقة مختلفة. الجروب زي ما انتوا شايفينه وعرفتوا الفكرة بتاعته، هو مجموعة من اساتذتنا ومن زمايلنا، بنبدأ ان احنا من هدفنا الرئيسية هو توصيل المعلومة للمستشفيات الصح. كتير منهم جدا بيعاني، وده ما بيبقاش تقصير منهم، ان هو ما بيعرفوش يتعلموا او ما فيش حد بيعلمه، فبالتبعية حالات كتيرة ممكن تمز منهم، وبالتبعية بيحصل مشاكل. فده برضو كان من ضمن الاهداف الرئيسية، هو توصيل المعلومة للمستشفيات الصحة. وحتى الدكتور احمد نوفل مشكورا حط بوصه، وهنبدا نرتب كده ان شاء الله اولويه المستشفيات، ان هي نبدا نعمل لها زيارات، جزء من الجروب بتاعنا او الجروب كله على حسب، وهتبقى لها تنظيم يعني ايه مسبق ومعلن ان شاء الله. برضو ان شاء الله انتظروا قريب باذن الله رب العالمين اول ايفنت للجروب للمجموعه، هيبقى حاجه محترمه قوي، حاجه مختلفه تماما. ده اللي احنا بنراهن عليه، ان هي حاجه مختلفه، مش تبقى حاجه خالص زي اي مؤتمر حضرتوه او اي ميتنج حضرتوه. هتلاقوا فيه حاجات مختلفه كتير ان شاء الله. برضو يعني ان شاء الله بقى مع الشغل بتاعنا على الجروب بتاع الفيسبوك جروب دي، هيبقى كمان في ويب سايت، والدكتور احمد نزل لينك له، تابعوا عليه، هتلاقوا فيه كل الحالات وكل الفيديوهات ومحاضرات، وهتلاقوا فيه شغل كويس قوي ومعمول بطريقه بروفيشنال جدا. بصراحه انا بشكر كل المجموعه اللي معانا، بصراحه عاملين شغل رهيب يعني كلهم، مش عايز بس يعني طبعا الدكتور احمد نوفل والدكتوره رانيا عامله شغل محترم جدا جدا، وهي صاحبه فكره على فكره الجروب اللي هنعمل فيه جدول كل يوم بيبقى حاجه، بحيث الناس لما تيجي تتابع تبقى الامور منتظمه، ما هواش بالناس الحاجه كده عشوائيه. لا، ده كل يوم له عنوان معين وله حاجات معينه بتنزل فيه. زي ما الدكتور احمد نوفل بدا يوم الاحد بالثرابي، ويوم الاثنين امبارح الدكتوره ياسمين العطار مشكوره جديد معانا منور المجموعه، بدات في الدرماسكوب مع الدكتوره رانيا. النهارده برضه هيبقى نيكل، وزي ما انتم شايفين الجدول اللي انا نزلته حتى ليه فوتو كده لما كنت بعمل امبارح على اللايف. السكيدول ده هنمشي عليه باذن الله. طبعا اي حد بيسمع كلمه جدول وبتاع جدول المذاكره مش هنمشي عليه، لا ده ان شاء الله هنمشي عليه، وهيبقى ده منظم جدا بحيث تعرفوا تتابعوا، يبقى عارفين كل يوم هيبقى عندنا ايه. ان شاء الله باذن الله المجموعه دي هتستمر. ليه اللي انا بقولها بثقه قوي كده، انها ان شاء الله هتستمر وهتكمل وهتكبر، لان هي ما فيهاش منها اي بنفيت باي شكل من الاشكال، ما فيش منها اي فايده الا بس ان احنا عايزين نفيد الناس. يعني زي ما يعني حاجه كتير من المجموعه ده يعتبر زكاه علم، يعني احنا هنتعلم معلومه من اساتذتنا ومن زملاتنا وكده، بنحاول نوصل المعلومه دي بشكل من اشكال زكاه العلم، مفيش منه اي فايده ماديه ولا اي فايده اعلاميه ولا اي فايده باي شكل اشكال، الا بس اللي هو بنحاول نوصل المعلومه لزملائنا بحيث يبقى ناخد عليها ثواب. فعشان كده انا امشور وانا بتكلم واثق، والفيديو ده متسجل اهو، ان شاء الله المجموعه دي هتكبر وهتزيد، وهتبقى هتعمل شكل مختلف جدا جدا للدرما
في الفترة اللي جاية بإذن الله رب العالمين. هنبدأ بقى عشان ما نطولش عليكم، بس وديت المقدمة دي كده على ما نبدأ نتجمع. هنبدأ النهاردة زي ما احنا شايفين في الجدول ان احنا النهاردة كلينيكال كيس. الكلينيكال كيسز مش انا لوحدي اللي هقولها، لا كل زمايلنا واساتذتنا، بس كل واحد بيختار الطريقة. انا يمكن بحب شوية طريقة اللايف بتبقى يمكن مميزة شوية للناس بيقدروا يعني توصل لهم معلومة، وانا خدت الكلام ده عن من فيدباك من زمايلنا من اول ما بدات المحاضرات اللايف ان هي بتبقى فيها افاده اكتر. في زمايل اساتذتنا او زمايلنا هيحطوا بوست، هيحطوا فويس، وات ايفر الطريقه، بس ان شاء الله يوم الثلاث سبت وثلاث بيبقى كلينيكال كيس. وهتلاقوا الحالات اللي انا منزلها النهارده ان شاء الله وانا نزلتها بي دي اف دي هتلاقوها موجوده على الموقع بتاعنا. نفس الحالات دي وهتلاقوا حالات ثانيه اكتر كتير من كل زمايلنا واساتذتنا موجوده، والفيديوهات اللي هنقولها هنا هتنزل برضو على الموقع، المحاضرات اللي احنا حطيناها كل حاجه هتلاقوه، يعني هتلاقوا فيه وجبه دسمه جدا جدا بحيث لو حد فاته اي حاجه يقدر يرجع للموقع في اي وقت ويبدا يتابع اللي هو عايزه والمعلومات اللي هو عايزها. جميل برضو كمان ان في يوم هيبقى كويشن اند انسر زي ما الدكتوره رانيا مشكوره حطت البوست، حد عايز يسال اي حاجه تحت امركم هنجاوب ساينتفك بيس، مش مجرد يعني خبره شخصيه كده وخلاص او كلام كده انا شايف كده، لا كلنا الحمد لله متفقين على ده اون ساينتفك بيس. تمام، مع طبعا الى جانب طبعا الخبره بقى الكلينيكال اكسبيرينس طبعا استاذنا احمد نوفل اللي حاجه بنتعلم منه دايما، لكن دايما الكلام بيبقى مستند على حاجات ساينتفك وجايد لاينز، الى جانب بقى الاضافه الخبره الشخصيه في الحياه وفي الحالات بتنضاف. هنبدا النهارده ان شاء الله، وانا نزلت بي دي اف بالثلاث حالات اللي هنتكلم فيهم، وانا مش بحب اطول زي ما انتم عارفين، نتكلم في ثلاث حالات نقولهم بتفصيل وباستفاضه يبقى هنستفيد منهم من غير ما نمل ان شاء الله. قبل ما ابدا بس تنويه صغير، معلش يعني بنعزي زميلنا الدكتور ايمن عبد المقصود في وفاه والده، لسه الخبر يعني بصراحه الواحد زعل لسه الخبر النهارده، فالبقاء لله دكتور ايمن وربنا يرحمه يا رب ويغفر له. دكتور ايمن معانا في المجموعه من الناس المحترمه جدا جدا، الواحد بيتعلم منها كتير، ربنا يصبره ان شاء الله ويصبر العيله كلها ويرحم والده يعني رحمه واسعه من عنده ان شاء الله. هنبدا بقى النهارده، انا نزلت الحاجات بي دي اف عشان خاطر الصور كتير ساعات ما بتبقاش واضحه من اللاب، بيبقى فيها ريفليكشن كده، فانت نزلتها قبلها بفتره بص عليها، ممكن حتى تتابعوها وانا دلوقتي وهنشوفها. وزي ما اتعودنا هنتكلم في كلينيكال ديفرنشال دايجنوزيس، طب الدايجنوز بتاعها ايه؟ طب نعالجها ازاي؟ وده اللي انا يهمني قوي وبحب اركز عليه. لو في اي اسئله اما تسالوا على نفس الفيديو ده او على البوست اللي انا منزله على الايه؟ اللي هو الفيديو بي دي اف، تحت امركم في اي حاجه. وطبعا هسمع منكم لو في اي اراء او في اي تعديلات او في اي حاجه، يا ريت مش عليا انا بس، على اي حاجه بالنسبه للمجموعه، اي اضافات عايزين تقولوها، اي اقتراحات. دي الميزه، احنا مش بنحط حاجه كده وخلاص زي ما قلت لكم مش وان واي، لا ده احنا بالعكس احنا بنبني شغل وبنبني كل حاجه على كلامكم وعلى الفيدباك بتاعتكم، ده اللي هيساعدنا على التطوير ان شاء الله. هنشوف بقى ان شاء الله النهارده اول حاله كده هنبدا. اول حاجه زي ما قلت لكم لو الصوره مش واضحه قوي ارجعوا للبي دي اف، الصوره فيه واضحه جدا انا منزله قبلها. ده طفل عنده 8 سنين او 9 سنين جاي بيشتكي من الليجنز دي بقالها اراوند 7 شهور او 8 شهور، يعني بقالها كرونيك مش من قريب. دايما اتعودنا اول ما نشوف الحاله اول خطوه خالص هو ديسكريبشن، اتعلمنا من اساتذتنا كلهم كده، اوصف الليجن اللي عندك وبعد كده ابدا حط له ديفرنشال دايجنوز. والديفرنشال دايجنوز زي ما احنا قلنا بيجي من الحالات اللي انت شفتها، الستور اللي في دماغك من كتر حاجات شفتها، تمام، والقرايه اللي انت قريتها او الباك جراوند بتاعتك في اللي انت قريته. تبدا تظبط ده مع ده واقول والله الكلينيكال ديفرنشال بتاعي كذا وكذا وكذا. فالحاله دي زي ما انتم شايفين كده لو وصفناها هنقول ان في كلها باتشز مور اور ليس هايبر بيجمنتد، بس اللون البني بتاعها شويه او البراونش كلر فاتح شويه. ده فيها ميزه كمان هتبان اكتر مع البي دي اف لما تفتحوه، لونها مصفر شويه، يعني ما هواش كلها نفس اللون اللي هو البراونش كلر بس كده، لا ده فيها لون يلوش او ساعات بنقول عليها لون راستي، زي ما تكون فيها مصديه شويه. موجوده فين؟ في اللور ليمب واسيمتوماتيك. تمام؟
إيه هن خلاص الصورة كده تمام، وقلت لكم ارجعوا لها تاني، يبقى هنتكلم بقى عن الحالة. يبقى احنا قلنا الحالة طفل صغير عنده 8 سنين عنده هايبرمنتد باتشز بايلاترال وسيمتريكال مور ليس سيمتريكال. اللون بتاعها ما هواش لون براون كله نفس اللون، لا ده فيه تحس كده فيه يلو شتنج موجوده، او حتى للوصف بقى الادق قوي اللي ماشي حتى مع حالتنا كمان يقول راستي كانها مصديه الصدى. فلون مصفر بني مصفر وموجوده في اللور لمب واسيمتوماتيك، وحاجات كلها لو تلاحظوا راوند او يعني كلها واخده شكل سيركلر شويه موجوده في اللور لمب. مهم قوي في الحاله دي اللون البني الفاتح، اللون البني الفاتح في اللور لمب ده بيوجهني دايما واسيمتوماتيك خلي بالكم للعيله من المجموعه من الامراض كده اسمها بيجمنتد بيربريك درماتوزيس. تمام، بيجمنتد بيربريك درماتوزيس ده مجموعه او عيله كبيره كده بتتميز كلها انها فيها واتس كولد كابيلاريتس انفلاميشن اوف ذا كابيلاريز، وتبقى دايما في اللور لمب وتديني اللون اللي هو البني الفاتح. اشهر فرد في العيله او الكبير بتاعهم اللي هو تشامبرج، ومعظمنا عارفينه وشفناه. لكن في افراد تانيه من العيله وبقول لكم اللون البني الفاتح مميز، ولو سلام لو لقيت بقى فيه يلو شتنج، او لو سلام بقى كمان لو لقيت بربريك ليجن في نفس الحتت دي بربره اون توب لهذه الليجن اللي موجوده، ده كله وارد كبرزنتيشن. فالحاله دي بتاعتنا اللي هو سيركلر ليجن او انلر ليجن او راوند ليجن كده موجوده في اللور لمب لونها براونش يلو او يلوش براون وفيها الراستي كلر ده، ولو دققنا قوي او عملنا زوم للحاله كده في البي دي اف هتلاقوا فيها بربريك ليجن صغيره اون توب في الحديده على الايه على الباتش الكبيره دي. ده كله طبعا الحاله دي ممكن تاخد منها بايوبس ممكن، بس حالات كتيره بترفض البايوبس، او ساعات البايوبس برده كمان وانا بوديها للراجل بتاع البايوبس لازم اقول له كلينيكال ديفرنشال دايجنوز. الحاله دي يعتبر مور ليس بوت دايجنوز عشان اللون البراونش او البراون يلوش ده حاجه اسمها لايكن اوريس. الاوريس ده نوع من انواع البيجمنتد بربريك درماتوزس، مش نفس ما هوش واخد الشهره بتاع الشامبر، لكنه نوع موجود وبيجي ممكن في الاطفال زي الحاله بتاعتنا دي وبيبقى اسيمتوماتيك اسمها لايكن اوريس راستي ان كلر براونش، ولكن البراون كلر بيبقى لونه فاتح شويه في اللور لمب، ودايما بتبقى واخده شكل سيركلر او انلر ليجن موجوده في اللور لمب وبتبقى اسيمتوماتيك زي ما قلت لكم. ويا سلام لو لقيت بربريك ليجن اون توب لهذه الايه؟ الباتشز دي لايكن اوريس. يهمني برضو هنا قوي ان لو في اي حد عنده اي ديفرنشال دايجنوز جه في دماغه لما شاف الحاله يقول ده المهم. انا مش بقول ان الحاله هي دي كده وهي بالعافيه كده. طبعا لو قدرت تاخد منها بايوبسي والعيان العيان ده كان قلق شويه والده قلق شويه من البايوبسي خاف، لكن لو خدت منها بايوبسي هتلاقي فيها حاجات ثابته. مش هنتكلم في ديتيلز قوي لان في معانا اساتذتنا في البايوبسي وفي الهيستوباثولوجي الدكتوره ماجده عساف هتتكلم تباعا في حاجات الباثولوجي دي، لكن هتلاقيهم كلهم نفس الفكره كابيلاريز بيوسف كابيلاريز مع هيموساتر ديبوزيشن مع ار بي سيز موجوده، هتلاقي فيها شويه كريتيريا كده. مش هنخش في ديتيلز نتكلم قوي النهارده على الكلينيكال ديفرنشال دايجنوز، لكن يهمني قوي واحد يقول لك طب ليه ما احطش كذا؟ حتى لما بقى في النواب عندنا في القسم لما بنتكلم معاهم على الكلينيكال كيسز ببقى حابب اسمع منهم، حتى اقدر نايب لما يقول بنبسط جدا لان بقول له ايه اللي ويز وايه اللي اجينس، والتفكير ده بيوسع المايند بتاعه. فالحاله دي هي يعتبر مور ليس سبوت دايجنوز من الوصف اللي احنا قلناه، لكن لو حد عنده اقتراحات تانية يقول واحد يقول لك طب ليه ما تكونش بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، نسال العيان طب هو الهيستوري طب كانت في حاجه محمره خلي بالك البوست انفلاماتوري، انا بقول كمثال يعني ما بيبقاش فيها اللون المصفر ده تلاقيها كلها بوتشه على بعضها كده لونها بني تمام كده، مش هتبقى محترمه قوي واخده انلر ليجن كبيره، مش هيبقى عليها بربريك ليجن اون توب اوف الباتش دي، فاهمني؟ ده على سبيل المثال يعني. فدي حاله لايكن اوريس. ده اول حاجه في الدايجنوزس وصلنا لها ازاي. الحاجه الثانيه العلاج، مش مشكله بقى في العلاج في كل العيله دي، العيله دي على فكره هي 10 افراد اشهرهم على قلنا على اطلاق الشامبر. مشكله العيله دي كلها في علاجها بيبقى صعب شويه. مهم قوي ان انا بقول للعيان حاول ما تقفش كتير وحاول تعمل ريست، كلام طبعا صعب يتطبق بس لازم اقوله للعيان لان الاستجنيشن ده من ضمن الحاجات اللي ممكن يزود الموضوع. الحاجه الثانيه
معظم العلاجات بتبقى عشان امنع البروجريشن بتاع الديزيز ان هو يزيد، لكن مش بيحسن قوي الموضوع، واذا حسنه بيحسنه على فترات طويله. لازم العيان يكون عارف كده، دي يعني خارج عن ارادتي ان في حاجات كتير في الجلديه على ما تتحسن بتاخد شهور، فلازم العيان يبقى عارف كده. لازم طبعا فيتامين سي سبلمنتيشن عشان اعمل زي انفورتمنت شويه للكابيلاري وول، بحيث ان الموضوع ما يزيدش مع التعليمات اللي قلنا عليها. في ناس بقى بتقول توبيكال استرويد لو في ايتشنج، ان في بعض منهم حاجات بتبقى ايتشي. في بعض الستادز بتدي جريزوفالبين يعني امبريكال كده، مش معروف رول قوي، بيقولوا اميونوموديوليتور وله ميكانيزم ستيره. لكن المهم قوي هو اول حاجه الفيتامين سي سبلمنتيشن زي السي ريتارد او روتا سي او الكلام ده كله، ده من اهم الحاجات مع التعليمات. ممكن اعمل بقى بعض الحاجات، تعمل فوتو ثيرابي. ممكن الجميع حاجتين دكتور احمد دوفا كان قال لنا على الميثوتريكسين، بعض حالات منها ممكن يجيب نتيجه كويسه جدا. والحلو برضو قوي فيه واللي بادئين نجربه لسه، بس هنشوف كده الفيدباك بتاعها في الريزلت بتاعتها اخبارها ايه، وهنقولها لكم اول ما نشوف ريزلت كويسه. هو البلس الداي او الاي بي ال، الاي بي ال انتنس بلس لايت او البلس الداي ليزر، في ناس متكلمه عليه في النتائج بتاعته، بيقولوا ان هي نتائج كويسه جدا جدا. وده ممكن يبقى هو كويس، لان بقول لكم معظم الحالات ريسبونس للعلاج التريتمنت بتاعها بيبقى رخم شويه. فهمنا الحاله، وده على فكره مش عيب. انت لو قلت للعيان حالتك دي استجابتها للعلاج ضعيفه جدا وهيحترمك جدا، انت تقول له ممكن تاخد 3 شهور، ممكن تاخد 6 شهور والاستجابه ضعيفه، يبقى حتى على الاقل لو راح اتكشف عند حد تاني يبقى انت قلت له الصح. يبقى ده بالنسبه للحاله. انا بالنسبه للحاله دي بنعمل ايه؟ بندي اهم حاجه فيتامين سي سبلمنتيشن، وممكن نبدا نجرب عليها لو متاح الاي بي ال، يمكن هو متاح اكتر من البلس دايت شويه. وفي ناس بعض الحالات ناس بتدي دافلون كبرضه حاجات يعني كده، بس مالوش رول قوي. وبنمشي على العيان ده متابعه، وبياخد وقت طويل شويه في الاستجابه. طبعا بقى الحاجات اللي هي البليتشنج كحاجه عشان اللون دون، بيبقى ليها دور فرعي قوي 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 انها تدي حاجه بليتشنج كده عشان تحسن اللون. ما مش هي الاساس في العلاج، مش هي الاساس في العلاج، لان الباثولوجي الاساسي هو كابيلاريز. ده اول بالنسبه لاول حاله. وبرضه لو في اي حاجه مش واضحه يا ريت تقولوا، مش هنبسط ابدا ان انتوا تسمعوا وشكرا وسلام عليكم. لا قولوا لي ده ايه اللي ناقص، ايه اللي عايزين تسالوا فيه، ايه الحاجه مش واضحه، يهمني قوي اسمع منكم الاسئله بتاعتكم. تمام. هنتكلم بقى بعد كده في الحاله اللي بعد كده الثانيه. دكتور سحر الصوره مش واضحه، انا عارف، انا عشان كده نزلتها قبلها على PDF، هتلاقيها على الجروب عشان نبقى الامور واضحه، لان عارف الصوره ساعات لا بتبقاش واضحه قوي. الدكتور عمرو، انا قلت الهيستوري بقاله 7 أو 8 شهور، لا مفيش اي لايكنفيكيشن خالص، ولا ايتشنج، ولا سكين ماركينج زايده، ولا اي حاجه خالص، مجرد تشينج في الكالرز. الحاله الثانيه دي برضه هتلاقي الصوره معلش برضه مش واضحه شويه، هنحاول نبعد شويه كده، وهنقولنا هنرجع للبي دي اف الصوره ثاني على طول، هتلاقي الصوره واضحه فيها ان شاء الله. واضحه من لما تشوفها ان في هايبر بيجمنتد باتشز موجوده في الابر باك، في عيان عنده تقريبا كان حاجه و20 سنه وبقى لها هيستور طويل وبيشتكي بس مايلد ايتشنج فيها، بس ده اللي بيشتكي فيه، وساعات ما بنشوفش حاجه خالص. دكتوره رندا، احنا قلنا العلاج، والله قلنا العلاج. التعليمات، احنا قلنا التعليمات اهم حاجه، نحاول نقلل شويه الستاندنج عشان نقلل الاستجنيشن اللي ممكن يزود الموضوع ده. نخش في الحاله الثانيه، هايبر بيجمنتد باتش موجوده في الابر باك في عيان عنده حاجه و20 سنه بقى لها تقريبا مده طويله اراوند سنه برضه، ومايلد ايتشنج بس اللي موجود فيها. نتكلم بقى على الحاله برضه لما نرجع للصوره. طبعا الحاله دي برضه ممكن مو لسه تبقى سبوت دايجنوزس، زي ما انتم معظمكم قال اهو الدكتور عمرو والدكتوره امل، ان دي حاله هايبر بنت باتش موجوده في الابر باك، ولو نلاحظ ساعات فيها تحس فيها اللي هو فيه الريبلنج او التموج اللي موجود. تمام. فدي اول حاجه تيجي في دماغنا خالص هو المايكرو اميلودوزس. تمام، دي اول حاجه. فعلا في حد كمان من زمايلكم قايل ان ممكن تكون نيورو درماتايتس، وفي حد كمان قوي، ايوه في حد بقى، برافو عليك بقى، انبسطت جدا من اللي قال الدكتوره
كانت نوتالجيا باراسيتيكا، وده انا جايب الحاله دي عشان الحته دي. كلنا معظمنا خاصه صح بيقول ان الحاله دي ماكلو والصح، وخاصه الريبلينج لو موجود السايت فيري كومن، حكايه ان هي مفيش فيها يعني اسيمتوماتيك او شويه مايلد ايتشنج موجود. تمام. الدكتور محمد كريم بيقول ان ممكن تكون دي برودرومال ستيج اوف مورفيا. هو متهيألي يا دكتور محمد يعني كلامك محترم، بس العكس، ان المورفيا الاند ستيج بتاعها ممكن يجي بحاجه شبه كده بنسميها اتروفوديرما وفي بازين اند بريمي، بس اهم حاجه مميز فيها قوي ان مش تشينج في الكلر، بس حطيت ايدك عليها هتلاقي كانك نزلت على منحدر كده او اللي بيسموها الكليف اوف ساين، بتلاقي فيه تحط ايديك كده هتلاقي ان حته سمول شويه ديبريست. لكن كلامك برضو يحترم كديفرنشال دايجنوزس، لكن احنا اهم تو ديفرنشال دايجنوز عندنا هنا هما الماكلور امالدوزس والنوتالجيا باراسيتيكا. وهنا كلينيكال انا بعتمد كلينيكال على التشخيص، السيمبتومز مايند ايتشنج او اسيمبتوماتيك، السايت والريبلنج لو موجود. تمام كده؟ فالحاله دي ماكلور امالدوزس هنقول الاول علاجها، وبعدين نتكلم حتى على النوتالجيا باراسيتيكا، لان ممكن في ناس انا ما كنت صغير في الاول ما كنتش اعرف ايه النوتالجيا باراسيتيكا دي. تمام. اسف دكتور محمد، قصدك في الحاله الاولانيه انها ممكن تبقى مورفيا، برضو نفس الرد، برضو ان ممكن المورفيا هي اللي تنتهي بكده ومش هتلاقي فيها اللون المصفر ده. تمام. الديفرنشال على فكره في الحاله الاولانيه انا بقول لكم ان هي الليجن اللون الرستي او الاصفر ده خلاني مع البربريك ليجن وموجود بعض حاجات فيها، يعتبر التشخيص بتاعي كان قريب قوي او اللي هو كان واضح قوي بالنسبه لي اللي احنا قلنا عليه. طيب عشان نكمل الحاله الثانيه فيها، قلنا ماكلور اماليدوزس، العلاج في الحاله دي بقى. الاماليدوزس دايما زي ما انتم عارفين هو واحد من الميتابوليك ديس اوردر، ديبوزيشن الاماليدويد ماتيريال في السكين. النوع المشهور ماكلور، وليه النوع الثاني اللايكن او البابلر والنودلر، من طبعا من الحاجات الصعبه جدا في علاجها. لكن بيتعالج، ما هوش يعني كده، بس بياخد وقت طويل والريزيستنس جدا للعلاج. فالحاله بتاع الماكلور اماليوزس دون، الحالات دي بقى ممكن بدي علاجات، ممكن ادي هنا حاجات تيتش، ممكن اعمل كيو سويتش ليزر ممكن، لكن برضه قايل للعيان والله الاستجابه للعلاج بتبقى صعبه. ممكن اعمل اعالجها كهايبر بريمنشن وادي كليجمان فورمولا، ممكن كل الكلام ده اكسبتد جدا على فكره. انا ادي حاجات لو في اتش مايلد اتش توبيكال استيرويد مع توبيكال هيدروكينون بديه، وودي ممكن اعمل كيو سويتش. الدكتور احمد دايميثايل سلفوكسايد اللي انت عاملاه اللي هو الدي ام اس او كان جميل جدا، بس انا بصراحه ناس بتديه توبيكال وناس بتديه سيستميك، ما شفتش الافيكاسي بتاعته. الجانب صعب جدا التحضير بتاعه. تمام. حلو الكلام جدا دكتور ابتسام. سيستميك ريتينويد بديه اكتر في حالات اللايكن اماليدوز، مش في الماكلور اماليدوز. تمام. المايكلر علاجاتي فيه ان انا بدي حاجات تريتشنج توبيكال استرويد، وممكن تريتش الليزر عشان كحاجه تصلح الشكل شويه. جميل. كذا حد قايل دايميثايل سلفوكسايد، والله يا ريت تفيدونا لو حضرتوه في حته وبيتحضر كويس وحته تراستد وجربتوه يا ريت تقولوا نستفيد منه، لكن تحضيره صعب جدا وانا ما شفتش يعني ما جربتوش قبل كده بصراحه، لكن موجود في اي حد هيذاكر تلاقيه موجود مكتوب. في منه حاجات بتتاخد سيستميك على فكره كمان. فيا ريت لو كده قولوا لنا وافيدونا الدكتوره ايات والدكتوره رحمه اللي قالوا، يا ريت انا هستنى منكم افاده في النقطه دي. الانكومود في الحالات دي دكتوره ايات انا ما عنديش علم بيه بصراحه، هل ممكن او اوف ليبل؟ ما اعرفش. البيلينج تمام. بيلينج احنا بقى هنتكلم ان دي حاجه هايبرمنتيشن، بس خلي بالك ان البيلينج نفسه ممكن هو نفسه يزود الموضوع ويعمل لي بي اي اتش بعدها. تمام. ممكن البوتوكس دكتور محمد هنتكلم عليه في حالات النوتالجيا باراسيتيكا افيد كتير قوي من حالات المايكرو امالوز. تمام كده. فالبيلينج ممكن، بس خلينا ان ساعات بعض حالات امالوزس اللايبيلتي هايبر ريتشن تبقى عاليه تقلب معاك البي اي اتش. انا مبسوط جدا من ان في ناس بدات تقول اراء وتقول حاجات واحنا نتكلم فيها الانتر اكشن اهو. ده كده هدف من الجروب من غير ما احنا نعمل حاجه خالص. تمام. ديرما بريجن نفس الفكره بقى، ما انت هتعمليها كهايبر ميديشن تعاملي معاها باي طرق، بس خلي بالك اللايبيلتي فور بي اي اتش وبالذات الباك
خلي بالكم الناس حتى اللي بتعمل بيلينج في بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن او في حالات بعد الاكني، خلي بالكم منطقه الباك جدا لايبل جدا في البي اي اتش، فتخلي بالنا. تمام. الدكتوره نهى راضي، الكولشيسين كريم ده انا ما سمعتش عنه، برضو يا ريت تفيدينا فيه. الكولشيسين كريم ده اول مره اسمع عنه، هل بتحضريه بتجيب التابلت وتحضريه في الكريم بيز؟ يا ريت برضو استفيد منه. دكتور محمد 40% ده كلام كله محترم زي ما قلت لكم كده، الفكره واحده. هنقول الدرجه براستيكا والله ما تشكرها. اللي احنا قلنا بقى دكتوره منى، الليزر الكيوش بتعمليها كبيجمنتيشن من ضمن الحاجات اللي مكتوبه فيه. حلو، يبقى احنا قلنا كلينيكالي بمايكرو ارمادوز، وقلنا اللاينز اللي ممكن، انتوا عارفين في حاجات كده ما بقاش فيها هو لاين واحد البيست لاين، كلها كيس ريبورت ومحاولات. هو ده حاجات صح، كلامك صح. الاسترويد وبعد كده كليجمان، قلنا الكلام ده برافو عليكم. فده الاوبشن اوف تريتمنت، واحنا انا استفدت في كام حاجه كده، بس هستنى منكم التاكيد او حد جربها. الكلام موجود نظري اه، بنحاول هنا نتكلم في الكلام الكلينيكال اللي احنا اشتغلنا بيه وشفنا منه. وبرضه كل اللي انا قلته، عمري ما اوعد العيان النتائج هتبقى زي الفل. كتير قوي تبقى ساتسفاكتور، وكتير قوي تاخد فترات طويله، وممكن اغير من لاين للتاني لما تجوز من الحاجات الرخمه شويه، وكلنا متفقين عنها. نيجي بقى للنقطه الثانيه، حته الميثولوجيا باراسيتيكا، وهنجيب ان شاء الله بعد كده حالات ليها نشوفها. اهم حاجه في الميثولوجيا باراسيتيكا اللي هو السايد بتاعتها بتبقى انفراسكاب، مش فوق كده انفراسكابلر، سواء يمين او شمال، بتبقى في الغالب سنجل ليجن. دكتوره منى، ما احنا قلنا ان الموضوع استجابته للعلاج ضعيفه، وهندي العلاج بس بياخد وقت طويل. لكن هل هتتحسن في اسبوع اسبوعين او تبقى زي الفل؟ ما اضمنش دي خالص طبعا. لا، هقول له لا طبعا، مش موضوع سيارة، ما اضمنش حتى مع الوقت الطويل ان يبقى الاستجابه مارفلس او 100%. زي ما قلنا كده، الصح تبقى يمينه مع الحياه. تمام كده؟ الانتي هيستامين الدكتوره رحمه يقول له كنترول ايتشنج بس، يعني ما هوش حاجه له دور قد كده خالص، وممكن ما يبقاش له لازمه اصلا، لان يعني فهماني الفكره كلها، الهرش هنا مش هيستامين، الهرش هنا ماتيريال غريبه ترسمها تحت الجلد. تمام. طيب قلنا بقى ان باراسيستيكا ده نوع من انواع بيسموها واحده من انواع النيوروباثيك بين او النيوروباثيك ايتشنج. العيان بيشتكي اكتر شكوته يقول لك انا حاسس بهرش او وجع او حرقان بيرنينج سنسيشن او الاثنين مع بعض، حته مش مريحاني، يقول لك كده الحته اللي مش مرتاح منها عايز اهرش فيها، او ساعات بتوجعني، او ساعات بحس بحرقان، الحته دي انا مش طايقها. ودايما قلنا تبقى دايما انفراس كابلر، وتلاقيها بوش على بعضها. الدكتوره لمزه بتقول ان انا هكلف العيان، خلاص انت ممكن تقول للعيان ملهاش حل وترجعي له الكشف، ده براحتك بقى، دي حاجه ترجع لك. لكن هو الفكره كلها ان انا احسن حتى من الشكل، وليه لا؟ لكن ابقى معرف العيان، مش اقول له انا هعمل حاجه كده وخلاص وتمام التمام، لا، ابقى معرفه. الريكارنس وارد طبعا، انت بتتكلم بتابوليك ديس اوردر، ده كلام محترم. انتاجيا باراسيستيكا زي ما قلنا كده كلينيكالي، والشكوى بتاعت العيان، وبتلاقيها بوتش على بعض، ما بتلاقيش فيها الريبلنج خالص. تمام؟ اهميتها في ايه بقى؟ ان انا ابقى عارف ان ده ديفرنشال، هتفرق يعني لو مزن مني انتاجيا باراسيستيكا هتفرق؟ هتفرق، لان حالات النوتالجيا باراسيستيكا دي بعض حالات منها بيبقى اسوشيتد مع مشاكل في السباين، في الفرتبرال كولوم، سواء في السيرفايكال فرتبري او الثرازيك فرتبري. لقوا كده في اسوشيشن، ولو اللي هيقرا حتى او يشوف يعمل سيرش كده هيلاقي في اسوشيشن كتير قوي، حالات نوتالجيا باراسيستيكا مع سيرفايكال سباين او ثرازيك سباين فيها مشاكل. فتبدا حتى توجه العيان وتقول له خلي بالك الحاله اللي في حاله معايا، وهبقى اوريها لكم ان شاء الله قريب. العيان ده بقول له انا فعلا عندي فيه مشاكل في الفترات العنقيه، وهو بياخد لها علاج. تمام كده؟ فنقطه مهمه قوي ان العيان يبقى فولو اب، لان لو اسوشيشن ما بين الاثنين. الحاجه الثانيه مهمه جدا، العلاج بيختلف تماما. العلاج مختلف تماما، لا ده انت بقى النيوروباثيك بين ده قصه ثانيه. ده انا هبدا بقى ادي البريجابالين، هبدا ادي الجابابنتين، هبدا ادي التوبيكال كابسل او كابسس كريم اللي هو المستخلص من المستخلص الشرطه، توبيكال اناستيك، ده انا ممكن اعمل بوتوكس زي ما كان الدكتور محمد كريم دلوقتي بيقول، ممكن اعمل بوتوكس انجكشن من الحاجات اللي ممكن استخدمها، قصه ثانيه خالص. تمام كده؟ فده الفرق، انا عارف ان ده ممكن يجي لي تو ديزيز مور اور ليس في الاول شبه بعض الهايبر بيجمنت داش، لكن ده قصه في العلاج والبروجنوزس، وده قصه ثانيه في العلاج والبروجنوزس. متفقين كده؟ برضه لو في اي اسئله انا معاك اهو. نشوف الحالة الثالثة والأخيرة.
الحالة دي ست عندها حاجة و30 سنة وبتشتكي من زي ما انتوا شايفين كده في الفيس بابلر ليجن، بابيولز موجودة في الفيس بقالها تقريبا شهرين ثلاثة، وبتقول هي قالت يعني مشكورة، قالت ان الحاجات دي بتزيد جدا جدا معاها في شهر الصيف. دكتور محمد كريم تسلم، احنا قلنا نفس الكلام ده لسه قايلينه من شويه، الف شكر ليك، المعلومه دي مهمه قوي ان ممكن تكون تايهه عن بال معظمنا. الحاله دي زي ما قلنا كده في ميل عندها حاجه 30 سنه وبتشتكي من البابلو ديرابشن اللي موجود في الفيس ده بقى له شهرين ثلاثه، وبتقول انه يعني بيزيد قوي وبيظهر عندها جدا جدا في الصيف، وبيجي في الشتاء او بقيه السنه بتبقى الدنيا اهدى كتير. فطبعا احنا اهم حاجه زي ما قلنا برده خدنا الهيستوري من العيان، مفيش حاجه اسمها سبوت دايجنوزس، خدنا الهيستوري من العيان وبعد كده نبدا نوصف الليجن. هنلاقي ان هي الليجن دكتوره ايات معلش بايوبسي في الحاله اللي فاتت يعني لا مش هتفيدك قوي البايوبسي على فكره، مش هيبقى فيها افاده قوي لان هو انت تو ديفرنشال دايجنوز هي كلينيكال، لو عايز تطبي تطبي وتعملي سبيشال ستين للاميلودوزس مفيش مشكله، كونجوريت مفيش اي مشكله خالص عادي، لو انت شاكه او مش متاكده اطلبي، لو متاح مفيش اي مشكله خالص. حلو قوي الحاله دي، جميل جدا كده بدانا نحط فريكشن دايجنوز. بصوا بقى الحاله دي زي ما قلت لكم كده الهيستوري مهمه قوي فيها، هي اولا الهيستوري بتقول ان الحالات دي موجوده في وشها يعني مور ليس موجوده على طول، بس بتقول انها بتزيد قوي وبتظهر معاها قوي وبتضايقها قوي في الصيف. الكلام دي هي ممكن ما تقولهاش ولازم تسال انت عليها. فانا اوصف الليجن بقى، الليجن اللي موجوده عندي عباره عن بابيولز مالتي دايسكريت بابيولز، لونها مور ليس سكين كلر، بس مهم قوي. بصوا يا جماعه لو في اي اسئله موجوده ما قدرتش اجاوبها هقولها لكم او هجاوبها في البوست نفسه او على الفيديو نفسه، واللي اقدر اجاوبه هقوله دلوقتي تمام. سكين كلر بس لو دققت فيها قوي هتلاقي ان البابيولز دي زي ما تكون شفافه، او الوهله الاولى تحس كانها فيزيكال، فبنقول عليها ايه؟ ترانسلوسنت بابيولز، موجوده في منطقه التشيكس في الريس. والنقطه هي قالت لنا نقطه مهمه قوي انها بتزيد معاها في الصيف. طب افرض ما قالتش النقطه دي وما سالتش ما سالتش انت عليها او تاهت عن بالك الحكايه دي، كنا نلاقي ترانسلوسنت بابيولز دي مميزه جدا. يعني البابيول ما هياش ارسمتس، ولا هي هايبر بيد، ولا هي فيها كوميدون، تمام كده؟ ده مهم جدا 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 ان انا خليني اروح لحاجه اسمها اكراين هايدروسيستوما، لكن انا عمري ما هقول كده اكراين هايدروسيستوما واروح. انا قلت ليه اكراين هايدروسيستوما؟ عشان الليجن ترانسلوسنت بابيول موجوده في منطقه التشيكس وبتقول العيانه مشكوره انها بتزيد في الصيف والحر والعرق. ده كله خلاني اقول كلينيكال ديفرنت كلينيكال دايجنوز اوف اكراين هايدروسيستوما. لكن مهم ايه اذر ديفرنشال دايجنوز؟ خلي بالك السؤال ده كتير ممكن يجي نظري او ممكن يتسال في الشفوي لزمايلنا اللي خشوا الماستر، هو وات فرنشر دايجنوز فاكتورز، وده كان اول فيديو انا عملته على الفريد ارماتولوجي، ويمكن ان شاء الله لو في يعني ان شاء الله كده في القريب يعني نعيده تاني على الجروب هنا، اللي هو ايه الحاجات اللي ممكن تيجي بريزنت از بابيول اور بابيول نوديول ليجن على الفيس، مهمه جدا جدا. حلو قوي بقى الاسئله اللي سالت دي بصراحه في منتهى الجمال. الاول بس هنقولها بسريعه عشان نخلص وهجاوب بقى الاسئله كلها، هرجع لها واجاوبها كلها. ليه قلنا اكران هيدروسيستوما؟ قلنا عشان ترانسيونس باب موجوده في التشيك وبتزيد مع الحر والعرق، لان الفكره كلها دي شكل من اشكال السويت ديس اوردر، ان حاجات العرق الزياده بيبدا يحصل زي ريتنشن كده ويعمل لي القصه دي. مهمه جدا في علاجها في الديفرنشال دايجنوز الاول عشان قبل ما ننساه، ايه الاذر حاجات اللي بتعمل بابلر ابشن؟ ده هقوله من اسئلتكم فهسيبه دلوقتي. طب علاجها ايه بقى الاكران هيدروسيستوما؟ على فكره ده لازم العيان تقول لهم زيت في الصيف والحر وفي الشتاء ما بتشوفش الحاجات دي تقريبا. علاجها الاساسي ان انا احاول ادي حاجه تقلل العرق، يعني ممكن الحاجات اللي هي بتاعت تقلل السويتنج الامونيوم كلورايد والكلام ده، ممكن ادي توبيكال اتروبين ان كريم بيز، يفضي اثنين امبول في كريم بيز ساعات بنعملها، ممكن من الحاجات الافكتيف جدا بس يعني تخلي بالك منها واكسبنسيف شويه هو البوتوكس، ان انا هقلل السويت سكريشن في المنطقه دي طول فصل الصيف. تمام كده؟ فدي نقطه من الحاجات اللي هي المهمه اللي ممكن تجيب نتيجه كويسه، لكن وفي ناس على فكره ممكن بعض الناس بتجرب فيها اللي هو اوكسي بيوتينين اللي هو اليوري بان اللي احنا بنستخدمه
في حالات الهايبر هيدروزس في الاطفال الصغيرين بيجربوه فيها، لان الفكره كلها هو السويتنج هو المشكله في الموضوع وهو سبب الازمه نفسها. في ناس بتعمل لها مانوال رابتشر بسرنج انسولين وتبدا تحط توبيكال اتروبين، والجميل بقى كمان ان في ناس بتستخدم فيها البالس الداي والاي بي ال برضه. فدي لاينز كتير قوي، بس الحاجات اللي ممكن سهله جربها اتروبين امبولان اتروبين يتحطوا كريم بيس وتبدا العيان تحط منها، وحاول على قد ما اقدر تتجنب الشمس والعرق في قدر المستطاع. وفي ناس تقول لك لا انت عشان تجيب نتيجه احسن اعمل لها مانوال بانكتشر بسرنج انسولين وحط التوبيكال اتروبين. دي من الحاجات الافكتيف جدا فيها. ما كانش او العيان يقدر او كده ممكن اعمل بوتوكس، خلي بالك بيبقى مخفف عشان نخش في الديتيلز بتاعته قوي، هيبقى فيه ان شاء الله ايام وحالات للكوزموتيك او استخدامات البوتوكس فهنقولها، بيبقى مخفف شويه وبيبقى بيتحقن ان ذا فورم اوف ميزو بوتوكس يبقى سوبرفيشال، عشان انا عايز هنا اشتغل على السويت جلاند مش عايز حاجه تشتغل على المصل هنا خالص. تمام كده النقطه دي بس مهمه، بتقلل جدا السويتنج وبتحسن جدا جدا العينين دول. حلو كده الكلام، يبقى ده الايه الحاله بالنسبه ده. نيجي بقى للفرنش دياجنوز بتاعها، لو قلنا كلام نظري هيبقى كلام كتير جدا جدا جدا، لكن انا هنا بعضكم قال بعض حاجات بس ما تنفعش مع الحاله. هنقول ليه ما تنفعش مع الحاله بقى. بصوا بقى، في ناس زمايلكم هنا قالوا روزيشيا على طول اكسكلود روزيشيا من الديفرنشال دياجنوز على طول. ليه؟ مفيش باك جراوند في ارسيما، خلاص خلصت. طالما ما عنديش باك جراوند ارسيما مش روزيشيا، نيفر انك تلاقي حاله روزيشيا من غير باك جراوند في ارسيما محترمه. الناس اللي عايزين بتوع روزيشيا دول الجلد بتاعهم فيري سنسيتيف، وشها كده بلاشد محمر على طول ومزنهر على طول، فدي على طول مستبعده. لكن صح كلام صح لو اتكلمنا كلام نظري او كلام ايه هو البابلر رابشن اوف ذا فيس. كان بيتكلم على حالتنا هنا. حلو، بولي مورفس لايت رابشن ده كلام محترم، بس بولي مورفس لايت رابشن برضه هتلاقي ريثمتا سبابيول او بليك او بيتش. هنا الليجن كلها مور ليس ترانسلوسنت او سكين كلر. تمام كده، ده كلام جميل. ديفرنشال نوز كمان اتقال، احنا قلنا بقى روزيشيا لا خلاص. الاكني فورم رابشن، الاكني فورم رابشن من اهم الخصائص بتاعته اللي هو مونومورفيك بابيولز ارسيمتاس، وممكن عليها اون توب شويه ممكن تلاقي فيه زي باستيولز، والكومن سايت بتاعها كمان تلاقيها منطقه التشست والابر باك والشولدر مش الفيس. لكن لو تلاحظوا الليجن هنا، ليجن مهم قوي زي ما قلت لكم، تبص على العيان كويس وتوصف الليجن كويس هتوصل للتشخيص الصح. ترايكيوبيسيليوما صح، كلام محترم جدا ترايكيوبيسيليوما، بس مش هتلاقيها ترانسلوسنت، تلاقيها كده سوليد بابيول. وخلي بالكم من السايد، بتلاقيها متركزه قوي في النيزو ليبيال فولد واراوند الماوس، او اهم حاجه النيزو ليبيال فولد ده فيري فيري كاركترستيك سايد. لكن ممكن تتحط، يعني افرض انت شكيت واخد بايوبسي، كلمه الحاله انها بتزيد من الصيف والحر والعرق وانها ترانسلوسنت بابيول خلتني ما اضطرش اخد بايوبسي واعالج على هذا الاساس. لكن ترايكيوبيسيليوما صح، مولاسكم لونه ابيض. كل على فكره احنا قاعدين نقوله ده كله، احنا قاعدين نقول في الديفرنشال دايجنوزيس اوف بابلو ارابشن ذا فيس، هنعمله فيديو منفصل بكل الحاجات اللي ممكن تبريزنت البابلو. لكن هنا من حالتنا انا بتكلم من اللي انتوا قلتوه، الكلام كله صح. رابتيف سترنجوما حلوه قوي، بس بتبقى اوبلونج شويه ولونها بيبقى مور اور ليس براون شويه، ولو هتيجي في الفيس تيجي اراوند الايليد، وتبقى لو طالما قلت تبقى في ترانك لازم معاك كمان. بصراحه برافو، انا مبسوط جدا 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 من التفاعل ومن الديفرنشال نوز اللي اتحط، لان ده مهم قوي قوي قوي، هو ده اللي بيعلمنا. دكتوره سحر قالت كلويد مليم، حلو، هو ده ممكن برافو عليك، ده نوع من انواع الحاجات اللي هي تعتبر من الفوتو درماتوزيس اللي هي بتيجي في الفيس، هتلاقيها دايسكرت بابيول بس مترتبه جنب بعضها مرصوصه جنب بعضها، وكتير كتير جدا بايلاترال وسيمتريك، ما بتبقاش متنطوره قوي كده ما بتجيش العين يقول لك ده هي بتزيد قوي معايا مع العرق والحر والكلام ده، فما بتبقاش كده. لو طلعت الليجن هنا دايسكريت وترانسلوسنت الكولويد ميليا هتلاقيها بابيول مترصصه جنب بعضها، وفيها حته كمان يعني عاميه كده، حته باللغه العاميه كده مدهننه او مزيته شويه، يعني تلاقيها فيها شويه واكس شويه. تمام، دي برده عشان الكولويد ميليا. برافو عليكي برده كحاجه، كل الكلام اللي قلناه على فكره ده بيوسع الديفرنشال دياجنوزيس احسن من ان انا اقعد ارص وخلاص. هنقول بس كده كمان، قلنا ايه تاني في رابط سترنجوما، قلنا ليه لا الاكني طبعا مش اكني، يعني ده لو اتكلمنا كلام عام هنقول اكني، لكن طبعا دي مش اكني. تمام كده، من ضمن اللاين اوف تريتمنت فراكشنال سي او 2 ممكن اعمل فراكشنال سي او 2، بس خلي بالك بعدها برضه احاول امنع العرق او ادي توبيكال الومنيوم كلورايد او توبيكال اتروبين، ان انا
ده حرقه ده القصه في الموضوع. حلو قوي. لوبس ملياريس، دكتوره رحمه قالت لوبس ملياريس ديسمناس في الشاي، ده كلام منتهى الجمال. بس خلي بالك بقى، في اللوبس ملياريس دون الليجن بتبقى ايريسيماتس، وبتبقى ممكن تلاقي فيها سنترال نكروزس، ومهم قوي قوي افكشن اوف ذا ايلاند، وتلاقي اوبلونج افكشن اوف ذا ايلاند. لكن بتلاقيها لازم تكون ايريسيماتس لازم، لان في ناس اصلا كانوا بيعتبروها انها تبع روزيشن. بابلو ساركيدوزس كل حاجه فيها بابلو اوبشن تحط فيها بابلو ساركيدوزس طبعا، بيخش في ديفرنشال نوز في اي حاجه، لكن لونه بيبقى لونه احمر داكن او احمر غامق او دارك ريد او دارك براون، فده مهم. مش سكين كلر ولا ترانسليوسنت، لكن كلام يحترم جدا. تمام. دكتوره بسام قلنا فعلا بانكشر وبحط عليها بعملها بانكشر، وبعد كده بحط بخلي العيان بعد كده يحط توبيكال اتروبين في البيت يكمل عليه. تمام. ده كده في الحالات اللي احنا قلناها. دكتور محمد كريم برضه قلنا ترايكوبسيليوما، برضه الانجي فايبروما دي فاسكولار بابيول، ده برضه صح من ضمن الفراشر رينوز، ولكنه فاسكولار بابيول يعني تلاقيها لون احمر، وبرضه في نفس الديستريبيوشن بتاع ترايكوبسيليوما موجوده في الايه في النيزو ليبيال فولد قوي. قلنا الملاصق كان لونه ابيض اكتر. هنقول البابيول ماشي دكتور. تمام. حته بقى دكتور رندا معلش، انت قلت تي سي اي سوبر ساتوريتد ك سبستانس بوينت التب. انا بصراحه ما قابلنيش كلاين اوف تريتمنت. وخلي بالك قوي 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 من الحته دي، انك هتستخدم تي سي اي بتركيز عالي في الحته دي البي اي اتش وارده قوي قوي، فخلي بالك. والسكين تايب خلي بالك، السكين تايب بتاعها غامق شويه، فخلي بالك من النقطه دي. والاخطر من كده ممكن يعمل لك سكارينج. فانك تستخدم تي سي اي سوبر ساتوريت على قد ما فهمت كلامك، ده معنى كده انك بتستخدم تركيز فوق 50%، فخلي بالك قوي. الحاجه الوحيده اللي ممكن مسموح فيها تي سي اي بتركيزات اكتر من 50% 60 70 80 ممكن 90 حتى، اللي هو الكروس تكنيك في علاج البعض او نوع مهم من الاتروفيك اكنس كار اللي هو الايس بيك اكنس كار، ده اللي انا ممكن استخدم فيه ده. بعتمد ان انا بحط بسلاكه سنان كده التي سي اي جوه الدبت بتاع السكار عشان يعمل لها ري بستراتيجيشن تاني. لكن انا استخدم حاجه سوبرفيشال واعمل لها تي سي اي كده، بليز خلي بالك بس من النقطه دي. تمام كده. ده الثلاث حالات اللي احنا قلناها. احنا قلنا السيفتي والامونيوم كلورايد ممكن استخدمه دكتور رندا، ممكن استخدمه في الحالات دي كشكل من اشكال ان انا اقلل الهايبر هيتروز. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على كام حاله؟ اتكلمنا على ثلاث حالات. حاله لايكن اوريوس كنوع من انواع العيله بتاعت او العيله من البيجمنتد بيربريك درماتوزيس. اتكلمنا على الماكلر اميلودوز وقلنا مهمه قوي تخلي بالك منها وما بين الميتالجيا باراسيستيكا. والحاله الثالثه اللي هي الاكراين هايدروسيستوما. ونخلي بالنا من اذر ديفرنشال دايجنوزيس اوف بابلر ابشن اوف ذا فيس. يعني يا رب يكون في استفاده، وارجو ان انا ما اكونش طولت عليكم. انا انبسطت جدا من اسئلتكم، انبسطت جدا من المشاركه ومن التفاعل، لان احنا مش هنتعلم الا كده. هو ده الطريقه التعليم، ان انا اقول لك ليه ولا او لا. ممكن تقول انت كلام يكون احسن من اللي انا بقوله كمان، او تفتح نقط انا ما كانتش في دماغي فنبدا نتكلم فيها. ودي طريقتنا في الجروب، يعني ده اللي يمكن من ضمن اهم الحاجات في تعلمنا في الجروب كده. الدكتور احمد نوفل اتعلمنا منه الحته دي ومع اساتذتنا دي. النقطه دي مهمه قوي، بتثبت المعلومه 100 مره احسن من ان انا اقول والله كذا وكذا والحاجات المميزه فيها كذا والعلاج كذا. بعدها بدقيقتين ولا كان في اي حاجه خالص. تمام. بشكر جدا بصراحه كلكم والتفاعل في منتهى بصراحه، وان شاء الله رب العالمين يعني باذن الله سبت او ثلاث حسب جدولي مع زمايلنا واساتذتنا. اليوم اللي انا قبلها هقول لايف، هقول لكم قبلها وننوي عليه. اي اسئله اسالوا ان شاء الله ربنا يقدرني، هجاوب على كل سؤال، مش سيب ولا سؤال، سواء على الفيديو او سواء على البوست في اللي انتم عايزينه في اي حته زي ما انتم عايزين. اسالكم ان شاء الله مجابه، واشوفكم دايما يا رب على خير، والسلام عليكم.